اليوم بعد فوز المنتخب العراقي زميلنا مساعد النمشان مراسل البرنامج او موفد البرنامج لبطولة كأس آسيا كان في احتفالات الجمهور العراقي في الدوحة بعد الفوز على اليابان. والله ما نايمين، انا جيت ب 8 الصبح وصلت على الدوحة، ب 8 الصبح للملعب قبل والله، وهسه جيت ما نايم والله. يضاهى اليوم يستاهل العراق والله. الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. كيف المباراة شفتها؟ والله المباراة كلش حلوة، أداء كلش قوي من المنتخب العراقي، وإن شاء الله نبقى على هذا الأداء وناخذ كأس آسيا بإذن الله. قل للكابتن وليد إنه إحنا العراق الأكشن البطولة هاي، مو بس هو أكشن، إحنا الأكشن البطولة هاي، وإن شاء الله رايحين للنهائي. وان شاء الله البطوله عراقيه. اليوم لازم نثني على اداء الجمهور ايضا، لانه الجمهور اليوم كان اللاعب ال 12 ويا المنتخب. يعني انا رحت للملعب وكنت متفائله، خايفه بس متفائله، بس الحمد لله. كان تفاؤل حذر يعني، لان تعرف هذا الفريق الياباني فريق صعب يعني ومرشح للبطوله. وطلعناها اليابان من الدوحه، طلعناها اليابان من الدوحه. ام بي سي اكشن قلت لي سيو ياباني واو. الف مبروك. الله يبارك فيك. كيف شفت المباراه اليوم؟ والله شفناها مثل ما نشوف قناه الاكشن، يعني شفنا ايمن حسين، اللاعبين ما قصروا والله العظيم، بس هم عندهم لاعب هذا شين هونغ هونغ. سوينا لك يابان وينو، كسرنا عينه يابان وينو، كسرنا عينه. هلا هلا يابان وينو، كسرنا عينه. النتيجه لا ما متوقع، يعني انا صراحه انا متوقع 2-1 نخسر. يعني لين انت ترجع للنتائج اليابان الاخيره، تتوقع اكو واحد يفوز عليها؟ 4 المانيا، 4 كندا، 4 تركيا، 6 الاردن، 5 سوريا، يعني صعبه. والله صراحة ما أكذب عليك، ما توقعناها يعني. هم عندك هذاك مباراة ما خسران، وجا هسه وخسرناهم، يعني أبطال. عاش العراق. والحمد لله والشكر اللي مستحيل يسووا المنتخبات، الباقيين احنا سويناه. عندنا غيرة، عندنا لاعيبة تقاتل داخل الملعب تطي روحها، واليوم اللواعب قدموا وانطوا روحهم والحمد لله جابوا الفوز. ما قصروا سود الرافدين وكل اللاعبين والمدرب ما قصروا. اليابان تفوز على كل الفرق، 4 5 6 جو يمنا خسروا. لا سود الرافدين، سود الرافدين كفو. فرحان، اريد ارقص ارقص ارقص. احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب. هلا هلا هلا. ان شاء الله الكاس ناخذ البغداد، اعذرونا من وين انتم، بس الكاس البغداد ناخذه ويانا لازم. اتمنى لهم السعاده والهناء والنجاح والرزق الدائم. امين يا رب. امين. يستاهل هذا الشباب اللي وصلوا. الحمد لله. الف مبروك. الف مبروك. مبروك. ترى انا معكم.